هل من نصيحة للذين يزعجون ويشوشون على المصلين بسبب أصوات الهاتف الجوال التي يصدر منها الموسيقى؟ لا يجوز هذا تشويش على المصلين والموسيقى في المسجد. إذا أراد يدخل في المسجد يقفل الجوال إلى أن يخرج. المسجد ليس محل مكالمات وهو جاي للعبادة وذكر الله عز وجل، فيقفل الجوال وإذا خرج يفتحه. نعم.